ينضم الينا الان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره الفريق الاول للنادي الاهلي. كابتن سيد برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا. كابتن سيد النهارده مهرجان اعتزال الكابتن وعطاء عظيم لكابتن حسام غالي، عطاء بلا حدود، انجازات، بطولات كتيره. بصفه حضرتك مدير الكره بالنادي الاهلي تقول ايه لكابتن حسام غالي النهارده؟ اقول له طبعا بالتوفيق يعني في حياتك اللي جايه، يمكن على مستوى الكره كنت نجم وحاجه مشرفه جدا على المستوى الفني ان شاء الله الرحمن. انا متاكد ان انت كمان على المستوى العملي والمهني ان شاء الله الرحمن هتبقى حاجه كويسه جدا. بقول يمكن النادي الاهلي من الانديه الحريصه جدا على تقدير ابنائها والحفاظ عليهم، وخصوصا ان انت كمان ما بيصادفش كل فتره زمنيه، مش كل يوم بتقابل حد عنده المواصفات ديت يعني. فبالتوفيق لحسام وهو يسأل كل خير يعني. دايما النادي الاهلي ما بينساش ابنائه، دايما بيكبر ابنائه زي ما شفنا حضرتك كنت بتقول هنا. اكيد النادي الاهلي عطاء بلا حدود بيكرم ابنائه النهارده، اهتمام بكابتن حسام غالي، مهرجان يليق بكابتن حسام غالي اكيد. يا رب ان شاء الله. انا متاكد كمان من خلال تنظيمه والتواجد والجماهير اتمنى يكون كبير جدا جدا في هزاع بن زايد ان شاء الله في يوم 11 مايو باذن الله. اخيرا واحنا بنحتفل ب 111 سنه اهلي، 111 بطولات، انجازات، ايه الكلمه اللي تقولها لجماهير النادي الاهلي؟ بتنتظر من حضرتك كلمه في الاحتفاليه دي. بص، جماهير النادي الاهلي عارفه كويس قوي دورها وعارفه كويس قوي ايه اللي بتعمله في مسانده الفرقه والنادي بشكل عام يعني، فانا عارف كويس جدا جدا دورهم يعني. كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالفريق الاول للنادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.